السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربل كونكت بيخليك تعرف تعمل إدارة للمشروع. شفنا مع بعض إزاي ندخل نتفلكس الدور وإزاي نبدأ نعرف فولدرات ونعرف المشروع ونضيف الملفات، وشفنا في التيم هنا إزاي نضيف أعضاء الفريق. طيب، هل كل أعضاء الفريق من حقهم يدخلوا يعدلوا ولا لأ؟ إحنا عايزين بقى نعمل تحكم في كده، فخلينا ندخل هنا في Work in Progress وهعمل فولدر واسميه مثلا ارك، وفولدر تاني اسميه ستراكشر. ممكن اجي بقى على الفولدر اللي اسمه اركتكتشر وابدا اعلم عليه، وهتلاقي اول حاجه هنا البرميشن او التصريحات. فبيبدا يسالك هل انت عايز الفولدر ده فول اكسس، يعني كل الناس تقدر تدخل عليه، ولا ريد اونلي، ولا نو اكسس. طبعا في فولدرات ما فيش حتى ان حد يشوفها، مثلا حسابات، بالذات ان انت ساعات بتدخل ناس من بره شركتك لو المشروع كبير فيه اكتر من طرف بيشتغل معاك، فانا هقول له نو اكسس عشان يقدر يخش غير اللي انا هبدا احط الاسماء بتاعتهم. تمام، فانا مثلا اخترت الشخص دوت. تمام، الشخص ده هيبقى فول اكسس ولا ريد اونلي ولا نو اكسس؟ انا اديت فول اكسس. تمام، السؤال اللي بعد كده، ادي البرميشنز ده للفولدر ده والسب فولدر، يعني لو في كذا فولدر جواه يبقى ليه صلاحيات لكل الفولدرات، ولا بس الفولدر دوت والفولدرات اللي جوه السب فولدر لازم تختاره؟ فبقول له لا، خليه ليه كل صلاحيات ان هو يدخل على ملفات الاركتكتشر، فول اكسس يعني من حقه ان هو يعدل. تمام، وبعد كده تيجي مثلا عند الاستراكشر وتشيل دوت وتخلي نو اكسس، وبعد كده تدي صلاحيات لشخص اخر. تمام، وتبدا مثلا تقول لا ده مثلا ريد اونلي مثلا. تمام، وانا عايزه ده الفولدر ده بس، ملوش دعوه بالسب فولدر اللي جوه، تقول له سيف. طيب بعد كده ده تقدر تقول له اعمل لي داونلود للملف دوت، ممكن يكون في حد هو اللي بعته لك وما عندكش نسخه منه. موف تو، بتبدا تحركه فولدر اخر، هو موجود في ستراكشر فمش ينفع تنقله ستراكشر، بس ينفع تنقله للاركتكتشر. وبعد كده ممكن تعمل ديليت، وممكن تقول له سي اكتيفيتي، فيبدا يقول لك مين اللي عمل فولدر ومين اللي عدل وحاجات زي كده. وعندي حاجه اسمها تشيك ان وتشيك اوت. تمام، طيب تشيك ان، ار يو وانت تو تشيك ان؟ طيب لازم نقول له الاول تشيك اوت، سيلكت فولدر از ايذر امتي اور كونتين فولدر رودي تشيك اوت. ايه الفكره؟ الفكره ان انا مثلا مش عايز حد يعدل في الملف دوت لحد ما انا اخلص تعديل. طيب خلينا نيجي هنا ونختار work in progress، هتلاقي هنا اهي ممكن نقول له بقى ايه check out، فخلاص هو كده تعمل له check out، محدش يقدر يعدل فيه غير لما انا اخلص وبعد كده اقول له check in. وعندي export to excel ممكن تصدر الفولدر دوت. طيب انا ممكن اشيل الاستراكشر بحيث ان انا ابقى معلم على الورك ان بروجرس بس، واقول له تشيك اوت سكسفل، وتقدر تدخل هنا وتعدل في البرميشن، نخليها نو اكسس.